صراحة عروتنا. عطوفة مدير عام دائرة الإحصاءات العامة دكتور قاسم الزعبي، وبنفس الوقت بالتزامن مع تعداد إحصائي للمنشآت تنفذ دائرة الإحصاءات العامة حاليا، ما هو المطلوب من أصحاب هذه المنشآت؟ شو الآلية؟ رسائل سريعة مع عطوفة الدكتور قاسم الزعبي. صباح الخير عطوفتك، تحياتنا. صباح الخير أخي ياسر، الله يعطيك ألف عافية. في مواضيع الإحصاءات والأرقام، وهي قلما في بلادنا تجد الاهتمام فيها، هذا شيء يعني شيء أساسي، وهذه الدراسات يبنى عليها مستقبل وأجيال. يا سيدي تفضل. يا سيدي، دائرة الإحصاءات العامة زي ما عودت المواطنين أنها تهتم بتوفير البيانات الاقتصادية والاجتماعية اللي تساعد كل المهتمين والمستخدمين لهذه البيانات. طبعا تم تأسيس لعمل مؤسسي في دائرة الإحصاءات العامة لتوفير هذه البيانات بصورة مؤسسية. تم إعداد استراتيجية وطنية للإحصاء، هذه الاستراتيجية ستنظم العمل الإحصائي على مستوى مؤسسات الدولة كافة. بدأنا ب 12 وزارة ومؤسسة عامة، إن شاء الله سيتم بناء قدرات هذه الأجهزة الإحصائية في الوزارات والمؤسسات حتى نقدر إنه نتمكن إنه نوفر بيانات للدولة الأردنية بمفاهيم محددة واضحة ما فيها لبس، حتى يتم قراءة الرقم من قبل كل المستخدمين سواء محليين أو دوليين بنفس المفهوم ونفس المعنى. الحمد لله، وطبعا في تعاون من الحكومة واهتمام بشكل كبير بهذا الموضوع لأنه مهم جدا. دولة رئيس الوزراء والمجلس الوزراء صادق على الاستراتيجية، وطالب الوزارات ودائرة الموازنة بتحديد وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. نحن مطمئنين أنه إن شاء الله بلدنا بخير، لأنه إحنا من مأسس عمل مؤسسي لهذا التنفيذ. وأيضا تم إعادة هيكل دائرة الإحصاءات العامة حتى توفر البيانات والتابع مع الوزارات والمؤسسات، وأيضا توفر مؤشرات التنمية المستدامة اللي هي هذه أصبحت متطلبات دولية لكن أيضا بتعنينا في الأردن بشكل كبير. من المشاريع اللي إحنا بنشتغل عليها زي ما تفضلت اللي هو مشروع تعداد المنشآت، يعني بعد إنهائنا لتعداد السكان وكانت تجربة أصبحت تجربة يعني إقليمية ودولية، نفذنا تعداد الزراعي وجاء دور تعداد المنشآت حسب نص قانون دائرة الإحصاءات العامة ينفذ كل 5 إلى 7 سنوات. وبدأت كوادر دائرة الإحصاءات العامة بزيارة كافة المؤسسات والمنشآت في أرجاء الوطن لجمع بيانات. طبعا هذه البيانات مهمة لنا كدائرة، وأيضا مهمة للجهات الرسمية والمعنية بأنه نحدث البيانات. تعرف تؤسس كثير من المؤسسات والشركات وربما تخرج من السوق بس ما في هناك متابعة من أي جهة لعملية تسجيل هذه المؤسسات. نعم. في زيارتنا للمؤسسات احنا راح نتأكد أن المؤسسة قائمة بتعمل، عدد العاملين فيها، ممارستها للنشاط، نوع النشاط، وهذه إن شاء الله يعني سنستمر في العمل إلى شهر شباط القادم نتمكن فيه من جمع البيانات وأيضا توفير قاعدة بيانات مهمة لدائرة الإحصاءات العامة. الله يعطيكم ألف عافية. من المستفيد الأكبر من هذه الإحصاءات بالنسبة للمنشآت؟ والله المنشآت طبعا إحنا أول شيء بالنسبة لنا كدائرة الإحصاءات العامة مهتمين فيها، لأنه إحنا يعني بعد التعداد بنقوم في مسوحات للمنشآت حتى نقدر إنه نشوف الإنتاج بصورة دورية. إحنا بنزورها بصورة ربعية وبصورة كل نصف سنة، نصف سنوية. وأيضا فبدل ما أنه نزور كل المؤسسات الآن نسحب عينات، الآن هذا شيء مهم جدا لنا. أيضا مهم للدولة والحكومة أنها تعرف المؤسسات القائمة من المؤسسات اللي خرجت من السوق، وهذا تحديث لقاعدة البيانات اللي إحنا بننشدها. يعني المستفيدين أصحاب المنشآت نفسهم رح يعرفوا أعداد المنافسين لهم وأعداد الشركات اللي بتشتغل في هذا القطاع، أعداد العاملين، صافي إنتاجهم، أرباحهم،
يعني هذه المعطيات كلها راح تفيد نفس اصحاب المنشآت. يعني الاستفادة شاملة يا سيدي، اكثر من جهة، بجوز حتى اخواننا بالضمان الاجتماعي بالنسبة لعدد العاملين خذوهم. بالتأكيد يعني هي معلومات شاملة زي ما تفضلت استاذ ياسر، يعني الضمان الاجتماعي ايضا راح يستفيد من هذه، يحدث قاعدة البيانات اللي لديه من انه يتأكد انه المنشآت مشمولة في الضمان الاجتماعي ولا لا، يعني وهذا شيء يعني مهم جدا. بس احنا بنفس الوقت بنحافظ على سرية البيانات، يعني ما من البيانات الافرادية للمؤسسات مصانة لا يمكن انه نعطي اي مؤسسة الله يعطيكم الف عافية بيانات افرادية عن هذه المنشآت. الله يعطيكم الف عافية، ونتابع معكم من هون لشهر شباط القادم ان شاء الله، ان الله احيانا زي ما بيقولوا، يعني النتاج لهذا الموضوع ربع سنوي نصف سنوي. نعم. بهمنا انه نحصل على تحديثات حتى بالنسبة للإجراءات اللي بتتم في أمر حقيقة هام وأساسي ورئيسي، بأنه إحنا نكون عارفين عليش واقفين. أشكرك جزيل الشكر عطوفة الدكتور قاسم الزعبي مدير عام دائرة الإحصاءات العامة.